اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال، ويكون اموركم مزيانه ويكون احوالكم جيده يا ربي، تكونوا ديما بخير وعلى خير. وغنقول لكم عواشيركم مباركه ان شاء الله، الله يدخل علينا وعليكم هاد الشهر المبارك اللي جاء القدام، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والراحه وطول العمر يا ربي. ايوا امين يا ربي. المهم غادي نعطلت عليكم هاد الفيديو هذا، عرفت واش عطلت عليكم؟ ولكن اش غدير والله الا غير شي ظروف وصافي، داكشي علاش عطلت عليكم هاد الفيديو. كنت ناوي نلوح هاد الفيديو هذا مور داك الفيديو اللي لحت ملي تغدينا عند اختي، ساعه ما كتبش. المهم عندي شي ظروف هكا، والتليفون عندي كتكون عامره، ما كتبغيش تشارجي ليا سميتو، كتبغيش تشارجي ليها هكا لا فيديو. ايوا صافي، مشيت هكا وقتها تقديتها تساليت، عاد جيت باش نقد ليه المونتاج. عاد كتاب والله الا راه قال لك ما غتمشي غير فين ما مشاك الله، وما غدير غير داكشي الا داكشي اللي بغى الله ونعم بالله. ايوا هادشي اللي كان الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا هذا. قلت لكم النهار الثاني اللي مشينا عند اختي فواره، ايوا ملي خرجنا داتنا هذا راه ضحكني، هزيته وقلت اش بيا هذا يا هذا، والله الا ضحكني، سحب لي واش شي فوطه. ايوا راه قلت العقل غير شويه وصافي. كان قلب قلت هذا فوطه، واقيلا شي فوطه حتى زيت، قلت ايا يا ناري اش هادشي. ايوا هذا ما كان الغزالات. المهم قلت لكم خرجنا هكا، المهم مشينا عند هاد مول المحل هذا، كان في ورا. المهم انا ورا ما بخلطاش فيه، ما عرفاش فيه البلايص نهائيا. المهم اختي اللي ساكنه تماك هي اللي عارفه زعما البلايص تماك. ايوا صافي، هنا داتنا عند واحد السوبر مارشي واعر بزاف بزاف كبير ما شاء الله، عرفتي راه غادي تلقاي فيه اي حاجه بغيتيها، والثمن مناسب، المعنى فيه رخاصين، وفيه تبارك الله يعني اي حاجه، فيه مواد تجميل، فيه الصابون كيف ما كتشوفوا، الشامبانات، يعني فيه الانواع في الانواع ديال الحوايج. الصراحه عجبني بزاف بزاف، كون غير ما عولتش، كون عولت زعما كون جبت تماك المارشي، غير ما معولاش وصف والله العظيم. ايوا هذا ما كان. المهم اللي جينا هذا كنشوف صحاب ليا واش شي زيت ديال الشعر، لقيتو هذاك الشامبان ديال القطران، ما عمري جربته، ولكن كيعاودوا عليه زعما هذاك، زعما سولناه مول المحل قال لك زوين. ايوا هذا ما كان. كنوريكم هنا الصابون، عامر تبارك الله، ولكن انا كنغسل بداك الصابون ديال دوف، هو باش كنغسل فيه الصابون هذاك اللي فيه الريحه، كدير اكثر من 5 دراهم، هذا اللي عادي بيض كدير غير 5 دراهم. ايوا هذا ما كان. المهم هنا شي جيكس حتى هي كنوريها لكم، كتغسلي بها المعن وكتعلقيها تلصقيها هكا في الحيط، زوينه، ولكن صراحه ما جبتهاش كيف ما قلت لكم، لا كريم فيها لا كريم زوينين صراحه. هذا الكريم هذا ديتوني فيه يعني زوين بزاف، عجبني ولكن ماشي هاد المره، زعما ما نقولش ديتو يعني هاد المره، فايتي خديتهم فيه. ايوا هنا الوالده ديالي الله يخليها لي ويخلي لكم الوالدين ديالكم يا ربي، اللي عنده الوالدين الله يخليهم ليه، اللي ما عندوش الله يرحمهم يا ربي. ايوا هذا ما كان. هنا شرات شي كيسان زوينين واعرين، قالت لي زعما راه رخاصين، الا بغيتي تدي شي تدي فيه زعما شي حتى انت شي باكيه ديها، زوينين. هنا ما بانوش لي صراحه في طرس، ما عرفتش ما ولا ما كنمشيش بزاف عند مولين 5 دراهم. هنا صافي شريتهم، مازال شريتهم انايا، وشريتهم اختي عيشه اللي مشينا معاها، وخديجه اختي راه اصلا هي اللي وراتهم لينا، كاينين فايتين كاينين عندها. ايوا هادشي اللي كاين صراحه، هاد السوبر مارشي راه واعر. البنات ديال هوارة اللي كاينين في هوارة الصراحه ننصحكم في هاد المحل هذا، واخا ما عرفتش اش من البلاصه كاين، ما نكذبش عليكم، حتى ما سولتش اختي والله ما سولتو، لكن كاين غير فوق الشارع يعني فوق الشانطي الكبير، فين كاين صراحه تقضي فيه الانواع ولا اي حاجه بغيتيها
لكم فيه الحوايج، فيه السكان، فيه بزاف ديال الحوايج. صراحة انا عجبني والله، حتى عجبني، حمقني هذا هذا المحل هذا. راه كنوري لكم نيتها فين كاين، يعني جا فوق الشارع، باين فوق الشارع، غادي كتمشي هكا فوق الشارع كتدخلي ليه اون فاصلي. ملي مشينا ديك المره، من غير هاد المره هادي ما لقيناش صراحه، وقيلا يلاه حل. داكشي اللي بان ليا كنا مشينا عند واحد اخر، هذا ما كانش تماك. يلاه نيت زعما راه جديد، حيت يعني داير الانواع ديال الحوايج يعني جديد، وفيه 5 دراهم فيه، يعني كتر من زعما اكثر من 5 دراهم. ايوا هذا ما كان، غادي نخليكم الغزالات ديالي. وإلا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وكنشكر بزاف بزاف البنات اللي داخلين عندي جداد، كنشكركم، نورتوا القناه ديالي. القناه راه ديالي وديالكم، وان شاء الله بكم باش تكبري ان شاء الله، وبكم باش نزيد لقدام، وبكم باش كن التعليقات ديالكم والمحفزه اللي كتحفزني وكتشجعني هي باش كنزيد القدام، وكنزيد نصور، وكنزيد نقلب على الجديد، وكنزيد يعني كنقلب على الافكار. ايوا هذا ما كان، عرفتوا هذا الوقيته هذا اللي كندير لكم المونتاج. صراحه ولادي ناعسين كاملين، كندير لكم هذا الوقيته المونتاج، وكاينه شي اشتواء، ما كرهتش نخرج دابا للسطح ونوقف في وسط داك الشتا وطيح عليا، والله ما كرهتش. كاينه دابا شي استواء الصراحه، الحمد لله والشكر لله. راه عرفتي تصبات كثيره، يعني تصبات بواحد بحال هزيتي شي صل ديال الماء خويتي، يعني تصبات كثيره، ما كتصبش داك شويه شويه شويه، يعني تصبات بزاف بزاف. الحمد لله والشكر لله ملي سيدي ربي غيتنا بها. راه الصراحه الوقت بغات الشتاء، الحمد لله والشكر لله. ايوا هذا مكان الغزالات. المهم هنا راه كتشوفوا، هنا شريت شي معنات، وشريت شي قشطه، وشكاع شي حويجات، شي حاجه بحال هكا، يعني كيف ما قلت لكم ما معولاش باش نشري حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله شريت شي حويجات قلالين. هادو كان اختي هي اللي شراتهم، هادو ديال اللي كيديروا فيهم اتاي السكر، يعني بحال داكشي اختي هي اللي شراتهم ماشي انا. ايوا هذا مكان. المهم غادي نخليكم كيف ما قلت لكم مع لا فيديو، و ما تمشيو فينا الغزالات. مزيان زعما خاصين واهلي ورد درت انت ورد انت. هادوك هاد البلاصه هادي كاينين فيه كامل المولات ديال الحلوه والمولات ديال الفران، نو هادو ديال انا عندي هادو ديال اتاي وداكشي، هادو اللي زوينين. باش كاع يتحيد هاد الشيء هذا. المهم هادو ها هو تحيد، ها هو تحيد، هذا زوين، هذا الفلون ولا لا كلاص ولا بحال داكشي صافي. هادو 60 درهم. هنا شحال فيه الثمن؟ هنا كم؟ 13. هنا هاد البلاصه هادي ماشي ب 5 درهم، هادو 13 درهم. هادو ديال الدقيق لي بغا يهز الدقيق، لها شوار ديال لاكلاص. هادو شحال كيديرو؟ هادو شحال؟ 20 عفاك، 260. هادو 260، 13 راه قال لي صاحب لي واش هادوك ديال ديك الجهه اللي هما 13، حتى هادوك 13 ديهم سير. لا كلاص ولا كلاص، لا كلاص بهاد الصيف هذا. هادو زوينين، تاع الطبيسلا زوينين، فنانين الطبيسلا. Yeah.
اش قال لي كاسرونه يا اختي الكاسرونه اللي بغايش اللي بغى الحليب والله الا زوينه الحليب سمي. ها غوص تضرب كتضربي به الحلوه وداكشي زوين اكل اش كيديروا زوين والله الا زوين شتي انا غنديه ما عنديش اختي ما عنديش عندك داك الطفله راه داتهم جميله داتهم حطو حطو ها هو كا هو داتهم فري دابا لا طوان المبخرات هما خاصين هاد الشهر غيدير لهم 260 سبب مشات يا اختي مشات مشات هاد المبخرة زوينة عجبتني عجبتني يا اختي هاد المبخرة هاد ب 260 خاصني والله إلا خاصني وين ما عرفتش واش غتكون زوينه ولا لا تصافهم لي حنا ما سيد لا قيس لا عجبتني فهادي نديها نجربها ما عرفتش واش كتصدق زعما ولا لا والله تكون صدق شوفوا هادو حتى هما زوين هادو ب 15 درهم زوينين هاد البلاصه 15 درهم حلو هذا راهم بحال الذهب هادو ب 15 درهم هيا 15 تقدري تقشرو تقدري تقشرو لا 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 اختي ديها قلتها لي ديها اي ديها ياك بغيتي انت ممكن غير ما تقع التليفون الا ما تكونش هنا صغيره هادو ديال الدوش هادو واعرين ديال الدوش كتلبسيها بحال الصايا الا خرجتي من الدوش كتلبسيها بحال الصايا وعلى الفوق ما عرفتش تلبسيها هكا من الفوق من حتى من حدا من فوق الصدر حتى لا لا ما تجي حتى شي حاجه حتى تقول لك ولا ديرها اي حاجه شافوها كيبغيوها رضا باقي ما شاف ما شافش هادو عرفتي لا شافهم ليا ما يتفرقش ليا مع شي وحده هنا ياك بنت اختي قالت لي غادي نشري لك شي كاد شي حاجه داكشي علاش لاصق فيها ما جا كاينين فوطين المهم صراحة هاد السوبر مارشي واعر والله إلا واعر هنا كاين هادشي ديال عيد ميلاد ديك البلاصة الأخرى كاينين الحويجات ديك البلاصة ديك الجهة كاينين الحوايج كاينين الشالات كاينين خاصني نيت سيشال داك الشال لي شريت داك النهار كيزلق ما عجبنيش هنا كاينون زيف حياتي ديال الدار ديال الدوش نعم كبير هاد السوبر مارشي كبير كبير بزاف هاد الجهة عاوتاني كاينين فيها هادشي ديال السيسنات وهادشي كبير هاد الشي 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 انا تضال ولا ما تشريش حاجه اللي فهمتو اللي زوينه ديريها كاع ما بغاتش ترجع ليا ما بغاتش ترجع ليا كي رجعتيها كي حيتيها اختي رجعيها هادو ديال الوجه كتغسلي بهم لا هادي خايبه غسلي بهم الوجه زوينين بنتي ولكن ما معولاش عليهم ديالك هادو لمريا لمريا طريت مريا ديال لا لا لمريا عقلت عليهم لا مريا هي تنور زواري تقل اييه لمريا ماما عقلت فاش شفتي هذا باش هاد البونجات هادي ما عندي خاصني هادشي اللي ما عرفت قاس ديال المهم ديال هادشي ديال البشره ولا غير نقص صحين شحال تما شحال 16 درهم يعني هادي
ما تديش اختي ما تديش انا نسيت هنا جميله غاشتي كيما صافي مولي يمكن انت نسيت صافي بنتي بغات هذا الشيء ولا كنت غير ترسلها شي راه لا بنتي حتى شي نهار اخر نشري لك شي حاجه تكون زوينه غزاله نقرت ما غاينتي والو ارخصرني راه داكشي قلت لك يخسروا هادشي دابا راه عطاه الله ولكن كيخسر شوفي الشعر عندي زوين ايه لا لا الحمر زوين اكثر ما عنديش معاه ما عزيزينش عليا لك حتى واحد حتى واحد حتى واحد لا لا ديت الاخرى ديت وحده اخرى غير حيدي هذيك حيديها ديت وحده اخرى هادي ديال بحال اللي صرات خالتي انشوف ايوا ايه هذا واخا واخا ناخذو عندي عندي من وصلت هزا هي هو دجاج نعامين زوين قرب نص بالضبط ايه لا داري اه عندي هادشي كامل بالضبط شري هاتي 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 هزان ماما ماما قالت لك 300 ياك يلا صافي واخا سير هزان يلا صافي يلا البراري من الدب يا ولدب اهلا البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله المهم البنات غادي نكمل معكم الفيديو اللي بديت معكم البارح نيت وقيل البارح نهار الحد اليوم المهم نهار الاثنين رجعنا من عند اختي المهم هنا جيت لداري وغادي نشارك معكم المشتريات اللي شريت تما في هواره والمهم غادي شريت غير شي حاجه وصافي يعني شي حاجه بسيطه ما شريتش شي حاجه اللي تسمعوا ايوا المهم غادي نبداو في هذا الا ما تهرسوا لا من بعد انا جيت وحطيتهم هكا يعني ما خصت ما درت حتى شي حاجه كما كتشوفوا هاد الكيسان هادو كيجيو بهذا الشكل جيو زوينين المهم هادو انا كنت تماك سحب لي واش هاد بثلاثه يعني 5 دراهم الصينا هكا الباكيه 5 دراهم ساعات لا ماشي ب 5 دراهم 5 دراهم الواحد يعني كل كاس 5 دراهم ولكن تبارك الله زوينين زوينين القهوه العصير وزوينين بزاف الحوايج يعني بزاف الاستعمالات التحليه اي حاجه كانت المهم زوينين عندهم هما بزاف الاستعمالات ولكن الصراحه فنين منين يختي ايوا شنو شريت هذا عاوتاني حتى هو جبتو المهم ملي كتسالي منو كتجمعو بحال هكا سميتو كدير لي الا غادي تخدمي بيه ما عرفت كتحليه المهم كدوري حتى كيولي كتقدي بحال هكا شتي كتقدو بحال هكا ولكن الا ساليتي منو كترجعي هكا باش ما يشدش لك داك لي سبلاص يعني ما يشدش لك البلاصه بزاف هو ب 5 دراهم يعني هذا ب 5 دراهم تقريبا كلشي تقريبا شي 5 دراهم جبت عاوتاني هذا زويون كدير لي بحال هكا
يعني كتخدمي به حلوه ودارتي الا بغيتي. هذا بحال الطراب يعني بحال الطراب اللي ما عندوش الطراب ديال الضو كيستعمل هذا. صراحه زوين عجبني. هو بخمسة دراهم يعني حتى هذا جبتو عجبني. ايوا هذا شي هذا وهادو حتى هما بخمسة دراهم شفتهم هادو على حساب لاكلاص يعني كتقدي للدراري الصغار وليدات الصغار هكا كتقدي ليهم لاكلاص هاد الشيء هذا زوينون فيهم ستة يعني زوينين هاد الصيف هذا كتعمريهم كترد كديريهم في الفريكو صراحة عجبوني زوينين. هذا اللي كان اللي هادو حتى هما كيما قلت لكم بخمسة دراهم الفطورة هو راه فيها يعني هادشي خاصة ديال خمسة درام وفيها المعينات واري صراحة عجبوني بزاف. ديما كان ملي كنمشي لتماك زعما كنجيب فيه أغلبية الماء غير ما معولاش وصافي من الناس. هادو يعني باينين فواطي ديال دوك كتمسحي بهم البشرة ديالك كتمسحي بهم الماكياج تمسحي بهم يعني لا نجيت ولا شنو كيقولو لا نجيت واقيلا المهم كتمسحي بهم الماكياج ديالك وداكشي. كانت عندي وما عرفت منين تجلات ليا جيتها هكا بقية تجلات ليا ما عرفت منين طاحت ليا. ايوا شريت هادو عاوتاني يعني راه ما خليتش راسي بلا والو يعني واخا شريت الكوزينه راسي ضروري تفكر انا ما يمكنش ما نخلي راسي هكاك. هادو ماشي بخمسة درهم هادو 150 هما وهادوك اللي نجيت يعني 150 كتشوف كتكون فيهم الباكيه بحال هكا كلو زوينين صراحة. هادي ما عنديش كنبغي مثلا دير بها ماكياج ولا شي حاجه ما عنديش. هادي حتى هي الا بغيتي ديري البودره داكشي شنو هادشي هادي حتى هي زوينه كديري الصابون هكا كتحكي به الوجه ديالك البشره ديالك زوينه فنا يعني. عندي وحده اخرى شريتها في تيزنيت عندي وحده اخرى وملي شفت هادي فيها المجموع جبتها حتى هي صراحه زوينه حتى هادي زوينه جبتني فيها خاصه هادي حيت ما عنديش عرفتش كانت عندي حتى هي وجليتها ولا شنو زعما كانش عندي كاع. المهم ندير ليها حتى نقدها واش نقدر نشريت شريت هاد البودر هذا يعني هذا ديال الدراري الصغار ديال الاطفال ولكن زوين حتى الكبار يعني ملي كديريها هنا تحت البيطن وكديريها في الصباط الا كيكونوا صباط خانزين خاصه حاشاكم ديال الدراري الصغار وداكشي كتكون فيهم الرائحه ما قلت لكم كتكون فيهم الرائحه كترشيهم في الصباط بحال هكا وكتلبسي الصباط الدراري الصغار كتمشي ديك الريحه ديال الدراري الصغار يعني ما بقاش كتكون فيهم ديك الريحه. ايوا هذا مكان و المهم هذا جيتو وكتستعملي فيه بزاف الوصفات الطبيعيه والمهم بزاف الحوايج هذا زوين. اوه عليك يا لالا على المرايه من العشاق ديال المرايه هي هذا فيه في هاد الجهه وهاد الجهه الصراحه زوين والله الا زوين. هذه هي المرايه اختي اللي شريت باين لكم هنا. المهم شريت هاد المرايه هادي زوينه وفنه الصراحه. ما عندي وحده صغيره ولكن هادي ماشي بخمسة درهم هادي وقيلا 150 حتى هي ولا ما عرفتش ما عرفتش بقيت شافت الصراحه هادي ماشي بخمسة درهم شنو اخر شريتها هذا الصراحه ما شريتوش وقيلا عطاتو اختي لبنتي يعني حتى هو كاين تماك وقيلا بخمسة درهم حتى هو يعني كيرطب الفم بحال هكا. واش مسكين عاوتاني شريت هادو يا هادو غير بخمسة درهم هما صافي نفر عليكم راسكم بخمسة درهم خمسة درهم. المهم هادو كتفرشيهم من فوق الطبلة ديال الكوزينة كتفرشيهم من فوق المايدة فين كتاكلو يعني الطبيلة فين كتاكلو صراحة كيكونو زوينين بحال هكا. مشريت فيهم بزاف صراحة عجبوني شريت فيهم غير جوجات. المهم هادو بحال القلع ولكن ماشي قلع يعني زوينين. المهم كتفرشيهم هكا تحت فوق الطبيلة فين كتاكلو داكشي ولا فوق الطبيلة التلاجة حتى التلاجة زوينين هادو حتى التلاجة حتى التلاجة لا تفرشيهم من هكا التلاجة زوينين ولكن أنا شريت غير جوجات. مرة أخرى إن شاء الله إلا لقيتهم هنا في طرس نشري شي وحدين أخرين. إيوا هادشي اللي كاين البنات والغزالات والله يحفظكم ليا هادشي اللي كاين قلت غير نشارك معكم المشتريات اللي شريت مادام مشيت معكم المحل ووريت لكم المحل.
ايوا هذا ما كان الغزاله ديالي. غادي نسالي الفيديو ديالي هنا وغنقول لكم السلام عليكم. تهلاو في راسكم، يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو وتكون عجبكم هاد المشتريات هادي. الصراحه زوينين كلشي رخيص وداكشي. وغنقول لكم باي باي عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله.